الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن اليوم في 5/5/2017، فالحمد لله. نحن بالنسبة لـ MATW الآن اليوم انتهينا العمل، ولكن كانت رحلة شاقة وسعيدة. إنه شاقة يعني ذهبنا في الأدغال وبالقحط والصحراء، ولكن سعيدة عندما ترى إخوانك المسلمين هكذا تساعدهم. الحمد لله رب العالمين، هذا إكرام من الله عز وجل، لأن السعادة بالعطاء ليس بالأخذ. وكذلك الحمد لله عندما انتهينا وجدنا الشباب هنا، يعني جمعية الإحسان، مؤسسة الإحسان، ترى شباب أستراليا في كل مكان. والله إذا في أندونيسيا، ماليزيا، لبنان، أستراليا، أفريقيا، ترى دعاة في أستراليا، وخصوصا الشباب ما شاء الله. ونحن سررنا أكثر عندما أخبرنا الأخ علي بنات، عنده يعني صداقة مع الشباب، أنه مؤسسة الإحسان أنه لا يأخذون العاملين عليها ولا معاشات، يعني من تبرع بدولار تنزل دولار. والله بارك الله فيكم، ولكن نحن ندعو لهم كذلك، لأن المشوار ليس بالسهل، المشوار شاق، وعندهم يعني 5 6 مناطق، وعندهم ما شاء الله. فنحن ندعو لهم أن الله يسر خطاهم، وأنتم أهل أستراليا ادعوا لهم، لأن المشوار ليس بالسهل، مشوار شاق، ولكن إن شاء الله بإذن الله سوف يرجعون بالأجر. ونحن نسأل الله عز وجل أن كل الجمعيات تمشي على هذه الطريقة، لأن السعادة في العطاء، لا العاملين عليه ولا معاشات ولا شيء، هنا ترى البركة. فالحمد لله مثل ما اشترينا الأغراض ودفعنا النقل، فالأحباب يعني كان نفس السعر ونفس الشيء، وبارك الله فيهم إخواننا. والله ما كسر الله. كانوا يقولون أنه يوجد خطر في صوماليا ويوجد، ولكن ما رأينا إلا الحمد لله، ترى الصفات الإسلامية هنا والمحبة، والحمد لله 100%، لا أقول 99%، وجدنا 100% الحمد لله رب العالمين. وسوف نعود إليكم إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير. I'll let Ahmed speak first and I'll... Well, first, سبحان الله, first day you arrived in Somaliland, إن شاء الله, and we found the حاج محمد سلطان, by coincidence, الحمد لله, and ما شاء الله, the same sort of logistics that we wanted to carry out, ما شاء الله, he's already carried out, الحمد لله. May Allah سبحانه وتعالى reward حاج محمد سلطان, علي بنات, and the team at MATW, and also the donors throughout of MATW and throughout, inshallah. Jazakallah khairan. You know, representing Fight the Famine, our goal was to coordinate the brothers from Sydney to the best place they can go and get them the best negotiated prices. So jazakallah khairan to Al Ihsan, and also to MATW, Haj Sultan, and brother Ali Banat. You know, from the Somalis, from the bottom of our hearts, jazakallah khairan for all the work you're doing. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you immensely. And we mean that, all the gratitude in the world. There are terrible situations out there, and even if we bring this attention to you, we appreciate all the help that we can get, inshallah. Jazakallah khairan. نسأل الله عز وجل الله يتقبل من كل داعية ومن كل متبرع, إن شاء الله. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم.